بتوجيه سام كريم صدر برقم 14500 وبتاريخ الرابع من ذي الحجة 1405 للهجرة، أنشئت كلية طب الأسنان في جامعة المؤسس، لتكون بذلك ضمن منظومة كليات الجامعة العريقة وكلية طب الأسنان الثانية من حيث النشأة على مستوى المملكة. الكلية التي قامت بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة خلال مسيرتها وهي في تطور وتوسع، حيث زاد عدد المقبولين سنوياً من 28 إلى 150 طالباً وطالبة في الوقت الحاضر، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات في مختلف السنوات الدراسية حالياً 622 طالباً وطالبة. الصرح التعليمي من خلال رؤيته ورسالته يطمح إلى الريادة مستقبلاً في تعليم طب الأسنان، التميز والتفوق في مجال الأبحاث والعناية بالمرضى والمساهمة في تحسين صحة الفم، وأن يخصص مصادره للتميز في التعليم. تحتضن الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه والبردات من أشهر الجامعات العالمية، يقومون بمهامهم التدريسية وتقديم الخدمات العلاجية والاستشارية في جميع التخصصات من خلال عيادات استشارية تخصصية مزودة بتقنيات حديثة ذات مقاييس عالمية. مدة الدراسة في الكلية 5 سنوات دراسية، تسبقها سنة تحضيرية وتليها سنة الامتياز، وتشمل الدراسة مقررات علمية أساسية وسريرية في الأقسام التالية: علوم الفم الأساسية والسريرية، إعادة تأهيل الفم والوجه والفكين، علوم طب الأسنان الوقائي، العلاج التحفظي. تحرص الكلية على تدريب الطلاب لاكتساب المعلومات والمهارات اليدوية اللازمة لممارسة مهنة طب الأسنان بجوانبها العلاجية والوقائية، وتقوم بإعداد برنامج خاص للإرشاد الأكاديمي لطلابها عند بدء كل عام دراسي. توفر الكلية ما يقارب 300 وحدة حديثة لطب الأسنان لتدريب الطلاب، روعي عند اختيارها أن يكون تصميمها ملائماً للمريض والطبيب المعالج، بالإضافة إلى طاقم تمريض متميز. كما تحرص لجنة مكافحة العدوى في الكلية على تطبيق قواعد دقيقة لمنع انتقال العدوى. يخصص لكل طالب عيادة مستقلة للتدريب في المرحلة السريرية، وتأخذ الكلية بنظام العلاج السني الشامل الذي يتيح للطالب أن يعالج المريض في كافة التخصصات السنية تحت الإشراف الكامل من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية. كما يقوم كل طالب بعرض حالة من الحالات التي تم علاجها أمام زملائه وأعضاء هيئة التدريس أثناء الحلقات الدراسية المخصصة لذلك. للطلاب أيضاً نشاطات لا صفية تندرج تحت 4 لجان تنمي لديهم الثقافة المجتمعية والدينية والرياضية، وتكون لهم حافزاً للإبداع في تحصيلهم العلمي. ولتتميز الكلية في تأدية رسالتها التعليمية والطبية والبحثية، قامت بإنشاء مركز المعلومات في عام 2002 للميلاد، والذي يحرص على توفير 2555 مجلة علمية، منها 54 مجلة تعنى بمجالات طب الأسنان المختلفة، كما يحتوي على 1214 كتاباً بالإضافة إلى مكتبة إلكترونية متكاملة في مختلف التخصصات. تقدم الكلية بوتقة من برامج الدراسات العليا، وهي درجة الماجستير في تخصصي طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان، ودرجة الدكتوراه في طب أسنان الأطفال، كما أنها مركز معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتدريب طلاب البورد السعودي في 8 تخصصات دقيقة في طب الأسنان.
توسعت الكلية في برامجها حيث تم اعتماد برنامجي البكالوريوس في تخصصي مساعد طبيب الأسنان وصحة الفم والأسنان، وكان لها السبق في إنشاء برامج التجسير لهذين التخصصين. ولمصلحة العمل بالكلية تم إنشاء المجلس الطبي للأشراف والمتابعة لعدد من اللجان المختصة في متابعة العيادات واحتياجاتها ومكافحة العدوى والسلامة والطوارئ. الكلية توفر عدداً من المعامل يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول معامل إنتاجية لخدمة مرضى عيادات كلية طب الأسنان، وهو يمثل الإنتاج الرئيسي لأنواع الحشوات والتركيبات وأطقم الأسنان الجزئية والكاملة وعمل أجهزة التقويم والأجهزة الجراحية والجسور والتيجان. القسم الثاني معامل تدريب الطلاب، وهي معامل المحاكاة، معامل البدائل السنية. كما أنشأت الكلية معملين متخصصين لأبحاث أحياء الفم وخواص مواد الأسنان، يتوفر فيهما أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات، وبنت شراكات بحثية مع مركز الملك فهد للبحوث الطبية ومراكز التميز والمستشفى الجامعي، وذلك بجوار حرصها على عمل شراكات دولية مع المراكز البحثية العالمية العريقة لدفع عجلة البحث العلمي وتوفير البيئة البحثية الملائمة لمنسوبي الكلية والباحثين تماشياً مع رؤية جامعة المؤسس. تحتضن الكلية العديد من الوحدات المتخصصة، وهي وحدة التقويم الأكاديمي، وحدة التعليم الطبي المستمر، وحدة تقنية المعلومات، وحدة البحث العلمي، وحدة الخريجين، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة العلاقات العامة والإعلام. للكلية أيضاً دور ريادي في خدمة المجتمع وتثقيفه من خلال الفعاليات التي تنظمها شعبة خدمة المجتمع، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية باستخدام العيادة المتنقلة المزودة بأحدث التقنيات، والتي هي نتاج تعاون مشترك بين الجامعة والقطاع الخاص. تميزت الكلية عن مثيلاتها بكونها أول كلية طب أسنان تحصل على الاعتماد الأكاديمي الأوروبي دنت إي دي في الشرق الأوسط. تحتفل الكلية بمرور 25 سنة على إنشائها، فهي كلية عريقة سعت للتميز وإبراز دورها الرائد في خدمة المنتسبين لها والمجتمع. إنها الباحثة عن الريادة في المجال على مستوى الشرق الأوسط.